تقدم في كرة مهمة جدا. إذن دوران المضرب. لاحظ هذه الكرة تعاد، شوف سرعة دوران المضرب في الكرة الثانية هنا تعيدها و تحسمها بقوة فعلا وارسال سلايس بطريقة سلايس ويليامز للفوز بالمجموع. وإلى خارج الملعب فعلا بأقصر الطرق، وفي 31 دقيقة فقط تحسم الأمريكية فينوس ويليام. هذه المرة خارج الملعب. أوه. على الخط صاروخ. لاحظ هنا فور هاند داون ذا لاين قوية جدا. تصل إليها ممتازة هذه الإعادة مرة أخرى. الصعود إلى الشبكة كان فولي قصيرة جدا.
فتعود إلى الخلف. سماش قوي جدا من أعلى نقطة. تعود إلى الخلف تتحكم في كرة مهمة ثم مرة أخرى داحت. Ski. فورهاند كروس كورت قوية جدا.